مدير سكن سكندرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. It's Mr. أحمد محمود with you today to introduce a new mathematics lesson. Today إن شاء الله we have mechanics unit 1 lesson 5. The lesson is called follow equilibrium meeting lines of actions of three equilibrium forces. In this lesson إن شاء الله we are going to study the equilibrium of rod and the equilibrium of sphere. And we are going to study the rule of the three lines of actions of the three forces. Let's start the lesson. هنبدأ دلوقتي بالرول of three lines of actions. يعني ايه الكلام دوت؟ If a rigid body is in equilibrium under the action of three coplanar non-parallel forces, then the line of action of these forces meet at a point. يعني ايه الكلام دوت يا ولاد؟ For example دلوقتي لو انا عندي كده smooth plane, a wall like this, وانا عندي rough plane بالشكل دوت. لو في ladder rest on the smooth plane. طيب دلوقتي اللادر دوت عشان يكون equilibrium بيكون عندي في 3 forces act at اللادر دوت. ايه هما ال 3 forces دول؟ اول force طبعا بالنسبة لي هي الرياكشن بتاع السموث وول. طب الرياكشن بتاعها بيكون دايما perpendicular to the wall. يعني عشان هنا بيكون ده smooth فبيكون الرياكشن of ال wall بيكون perpendicular to the wall بالشكل ده، وده بنسميه R او R1 whatever. طيب ال weight of الladder بيكون act at the midpoint of the ladder، او لو حتى rod برضو بيكون act، طالما ده uniform ladder او uniform rod بيكون ال weight act at the midpoint of the ladder. طيب دلوقتي ال line of action of ال R1 بيكون في الشكل ده perpendicular لل wall وال weight بالشكل دوت، الاتنين هتقابلوا مع بعض في ال point ديت. طيب بالنسبة لي اللادر دوت بيضغط على الفلور فبيكون ليها رياكشن. طبعا عشان هنا الفلور بالنسبة لي رف فبيكون الرياكشن بتاعها او الدايركشن بتاع الرياكشن بيكون انون بالنسبة لي، ان هي طالما رف او خشنة يعني فبيكون الرياكشن بتاعي انون. طيب الرول بيقول ان الثري لاينز اوف اكشنز لازم يتقابلوا في بوينت واحدة. طيب انا عندي الار 1 والويت اتقابلوا في البوينت ديت، يبقى هي دي البوينت اللي هيتجمعوا عندها. يبقى معنى كده ان الرياكشن التاني هيتقابل معاهم في البوينت ديت بالشكل ده. يبقى دي كده البوينت اللي اتجمع عندها الثري لاينز اوف اكشنز اللي هما الويت والار 1 والار 2. وهو ده الرول اللي بيتكلم عنه، الرول ان دايما الثري لاينز اوف اكشنز لازم بتتجمع في بوينت واحده. طيب تعالوا ناخد اكزامبل على الكلام دوت. Complete the following by drawing the third force to make the two shown forces is in equilibrium with it. طيب دلوقتي يا ولاد ده رود، والرود دوت محطوط بشكل هوريزونتالي كده. طيب هو دلوقتي اللي بيأثر عليه two forces. ايه هما التو فورسز دول؟ اول حاجه الفورس الويت بتاعه بالشكل دوت بيكون داونورد. طيب واضح طالما ان الويت هنا مش في النص يبقى ده مش يونيفورم رود. طيب whatever دلوقتي ادي الويت لاين اوف اكشن، وبالنسبه للتنشن فورس هو دلوقتي مشدود من البوينت ديت. اوكي طيب الفورس الثالثه هي الرياكشن بتاع الوول. يعني ايه الرياكشن؟ دلوقتي الرود دوت بيضغط على الوول، فزي ما يكون هو بيضغط الوول برضو بيرد عليه بفورس اللي هي اسمها الرياكشن فورس. طيب الفورس الثالثه يا اولاد لازم تتقابل معاهم في البوينت ديت، فالفورس التالتة هتطلع بالشكل ده، هتتقابل معاهم في البوينت ده. دي كده اول اكزامبل بالنسبة لي. طيب الاكزامبل التاني برضو عندي رد بالشكل ده. طيب الرد دوت هو اولا ليه الويت بتاعه بيكون داونورد. طيب وفي الرياكشن بتاع الوول، هو بيضغط على الوول اوكي، والوول بيرد عليه بالرياكشن بتاع الوول. طيب هو عشان يثبت في الشكل ده فانا قدامي يا اما هوريزونتال فورس او تنشن. طيب صعب قوي يكون هوريزونتال
فورس، لو هوريزونتال فورس هيبقى البوينت اوف اكشن خلاص مش هتبقى في البوينت ديت. طيب في الحاله ديت عشان دي تكون البوينت اوف اكشن، يبقى في الحاله ديت لازم اللاين يكون مشدود بالشكل دوت، يبقى في تنشن فورس عشان تتقابل معاهم في البوينت ديت، يبقى ما كانش ينفع الهوريزونتال فورس. طيب تعالوا ناخد الاكزامبل التالت برضو، ده يشبه الاكزامبل بتاع اللادر. انا عندي رود، والرود دوت الويت بتاعه W، وزي ما احنا شايفين داون وورد، وهو دلوقتي ريست اون ذا فيرتيكال وول بالشكل دوت، واضح ان ده سموث وول عشان الرياكشن بيربنديكولار تو ذا وول. طيب الرياكشن التالت او الفورس التالته هي الرياكشن بتاع الهوريزونتال ليفل او الهوريزونتال فلور. طيب دي بالنسبه لنا بتكون رف، وطالما رف يبقى انون الدايركشن بتاعها، بس في النهايه هم كلهم لازم يتجمعوا في البوينت ديت، فهتبقى الفورس التالته هتقابلهم في البوينت ديت. يبقى دايما الثري فورسز بيكون اكت ات وان بوينت او انترسكت ات وان بوينت، اللي هي البوينت اوف اكشنز اوف ثري فورسز. طيب هناخد دلوقتي اكزامبل جديد. طبعا الاكزامبلز اللي من النوع ده يا اولاد لازم نقرا الاكزامبل بالكامل كويس جدا، ونبتدي بقى نرجع نسترجع واحده واحده عشان نقدر نرسم الكلام ده. اسموث سفير، كلنا عارفين طبعا شكل السفير اللي هي البول او الـ او الـ الـ البول. طيب اوف راديوس لينث 30 سنتيمتر. طيب طبعا كلنا عارفين ان السفير شكل السيركل وبيكون ليها راديوس زي السيركل بالظبط. طيب الويت 200 جرام ويت ريستس اون ذا فيرتيكال وول سموث وول، يعني هي بتسند على فيرتيكال سموث وول. It is suspended by string of length 20 سنتيمتر، اتشدت بخيط اللينث بتاعه 20 سنتيمتر. One of its ends is attached to a point on the surface of the sphere and the other end is fixed to a point on the wall. يعني هي دلوقتي هي سند على على الوول دوت، وفي في بوينت تانية مشدودة ببوينت تانية. البوينت ديت موجودة on the wall above the touch point of the sphere and the wall. Find the magnitude of the tension in the string and the reaction of the wall. أول حاجة هنرسم ال vertical wall. آدي ال sphere، وآدي ال sphere ديت rest on vertical wall بالشكل ده. طيب بعد كده هو دلوقتي بيقول لي إن radius ب 30، ال weight بتاعنا ب 200 جرام weight. طيب في point تانية هنا في tension force أو في خيط بيشد السفير ديت للوول، والبوينت ديت موجوده اباف البوينت اوف ريست. اوكي طيب هنا يا اولاد اللاين دوت اللينث بتاعه ايكوال 20 سنتيمتر، وده الدايركشن اوف الويت. دايما الويت البوينت اوف السنتر بوينت اوف السفير بتكون هي البوينت اوف اكشن اوف ذا ويت، يبقى دايما الويت بيجي من تحت. طيب دلوقتي يا اولاد انا عندي ادي البوينت اوف اكشن اوف الويت طيب وده التنشن فورس. طيب الاثنين لازم هيتقابلوا. طب لو كم هيتقابلوا ازاي؟ هنكمل هنوصل اللاين ده كده اهوت بالشكل ده، يبقى ده كده على بعضها التنشن فورس. يبقى هنا اللاين دوت بيكون ايكوال 20، وطبعا البارت ده هيكون ايكوال 30 لان الراديوس ايكوال 30 سنتيمتر. طيب الرياكشن اوف الوول عشان هو سموث وول هيكون بيربنديكولار، وهيتقابل معاهم في البوينت ديت. طيب اللي هي السنتر بوينت. كده انا خلاص انا رسمت الثري فورسز، ادي الرياكشن وادي التنشن وادي الويت. طيب ده كده يا اولاد ايكوال 30 سنتيمتر، وده برده عشان راديوس برده بيكون 30 سنتيمتر. ليت ان البوينت ديت ايكوال كولد ام، ودي بوينت بي، ودي بوينت اي. طيب زي ما احنا شايفين كده احنا عندنا هنا الثري فورسز. طيب الترينجل ده هيكون هو الترينجل فورس. ليه هو الترينجل فورس؟ اولا اللاين ده هو بارلل للويت، واللاين دوت هو نفس الدايركشن اوف الرياكشن، واللاين دوت هو نفس اللاين اوف اكشن اوف التنشن، يبقى ده الترينجل فورس. طيب من الترينجل فورس هنقول ترينجل ام اي بي از ا ترينجل فورسز. طيب احنا عندنا يا اولاد ال MA هتكون equal 50 وال BM هتكون equal 30 زي ما احنا شايفين. طيب وال AB هنعمل square root عشان ده طبعا right angle triangle،
هنا طبعا انجل بي رايت، فهنعمل سكوير روت 50 باور اوف 2 ماينس 30 باور اوف 2. تاني سكوير روت 50 باور اوف 2 ماينس 30 باور اوف 2 هيبقى الاي بي ايكوال 40 سنتيمتر. كده احنا جبنا السايدز بتاعت الترينجل كلها 30 50 اند 40، يبقى دي كده هتكون ايكوال 40 سنتيمتر. طيب دلوقتي احنا عندنا الثري فورسز. اول فورس بالنسبه لنا الار اوفر البي ام هتكون ايكوال التي اوفر 50 اللي هو اللينث بتاع الاي ام، هتكون ايكوال ال 200 اللي هو الويت اوفر الاي بي. طيب يبقى الار اوفر 30 ايكوال تي اوفر 50 ايكوال 200 اوفر 40، لان هنا اللاين ده ايكوال 40 سنتيمتر. هنعمل كروس مالتيبليكيشن، هيبقى الرياكشن هتبقى ايكوال 30 تايم 200 اوفر 40، الكلام ده هيبقى ايكوال 150 جرام ويت. التنشن هتبقى ايكوال 50 تايمز 200 اوفر 40 هتبقى ايكوال 250 جرام ويت. هناخد اكزامبل جديد. A smooth sphere of weight 50 نيوتن. طيب عندنا sphere of weight 50 نيوتن. طيب is on a smooth plane wall or rest on a smooth plane and suspended by a light string from a point on its surface. يعني هي دلوقتي rest on a vertical wall وفي نفس الوقت مشدودة ب light string. طيب a light string دوت the other end of the string attached to a point on the wall above the point of contact between the wall and the sphere. طيب هنا اللايت سفير ده اللايت سترينج دوت في بوينت منه on the sphere وال other point lie أو attached on the vertical wall above the point of touch between the sphere وال vertical wall. طيب if the length of the string equal the radius length، يعني ايه الكلام دوت؟ اللينث بتاع اللاين دوت هو نفسه الراديوس لينث. طيب اولا الويت بتاع السفير بيكون بالشكل دوت بيكون ايكوال 15 نيوتن. طيب وهنعمل اكستند لللاين دوت كده بالشكل ده وده هيبقى ايكوال ار. طيب ده كده ايكوال ار وفي نفس الوقت ده برضو ايكوال ار. طبعا الرياكشن بيكون بيربنديكولار تو ذا وول عشان هو سموث وول. طب بالشكل ده يا اولاد لو ركزنا هنلاقي ان ده رايت انجلد تراينجل. طبعا هنسمي البوينت ديت ام والبوينت بي والبوينت اي. طبعا هنا عندي رايت انجل تراينجل ات بي بالشكل ده. طيب الترانجل دوت السايد دوت ايكوال ار والهايبوتنس ايكوال تو ار، يعني انا عندي رايت انجل تراينجل السايد ايكوال هاف الهايبوتنس. ده بيحصل امتى يا اولاد؟ ده بيحصل لما يكون التراينجل 30 60 تراينجل. تاني ده بيحصل لما يكون التراينجل 30 60 تراينجل، يعني معنى كده ان انجل اي ايكوال 30 وانجل ام هتبقى ايكوال 60 ديجريز. طبعا واضح جدا هنا انا دلوقتي قدامي طريقتين، ممكن استخدم الترينجل وممكن استخدم الانجلز وات ايفر، هنا بالنسبه لك مفيش مشكله. طيب البوينتس اوف اكشن اوف الفورسز احنا عندنا ادي الرياكشن ادي اول فورس وادي التنشن ادي الفورس الثالثه وادي الويت ادي الفور الثانيه وادي الفورس الثالثه. طيب هنا يا اولاد الانجل دي 60 هتبقى هنا الانجل دي 120. طيب وهنا الانجل ديت 90 وهنا 90. طيب يعني بالشكل دوت هتبقى ثيتا 1 هتبقى ايكوال 90 ديجريز اللي هي هنا بالشكل دوت، ثيتا 2 هتبقى ايكوال 60 بلس 90 ايكوال 150 ديجريز، ثيتا 3 هتبقى ايكوال 120 degrees. ده انا اشتغلت دلوقتي على الفورسز على الانجلز. في حد تاني ممكن يشتغل على الترينجل فورس. طيب يبقى هنبدا كده، اول حاجه هنقول ان الاي ايكوال تو ار، يبقى ده معناه ان الام بي برضه هتكون ايكوال الار. طيب وهنا هتبقى ذيرفور ميجر اوف انجل اي ايكوال 30 degrees زي ما شرحناها، هيبقى التنشن اوفر ساين 90 هتكون ايكوال الرياكشن اوفر ساين 150 اللي هي ثيتا 2 هتكون ايكوال 15 اوفر ساين 120 ديجريز زي ما احنا شايفين كده. طيب
هنعمل cross multiplication، يبقى التنشن هتبقى equal sin 90 times 15 over 120، الكلام ده هيبقى equal 10 root 3 نيوتن. الرياكشن هتكون equal sin 150 times 15 over sin 120، الكلام ده هيبقى equal 5 root 3 نيوتن. طيب هناخد example جديد. A metallic sphere of weight 15 kilogram weight، ادي السفير بتاعتنا، is put such that it touches two smooth planes. طيب هي دلوقتي touch two smooth planes بس بشرط one of them is vertical and the other inclined to the vertical by an angle 30. يعني هي دلوقتي بتسند على two planes، البلين الاولاني vertical بالشكل ده والبلين الثاني مايل بالنسبه له بانجل 30 degrees، يبقى هنا الانجل ديت هتكون equal 30 degrees. طيب زي ما اتفقنا ان الويت بيكون downward بالشكل ده. طيب والتو رياكشنز، الرياكشن اوف الوول بالنسبه لي هنا هيكون perpendicular فهيكون بالشكل دوت، هنا الوول هيكون خارج هنا بالدايركشن دوت، والرياكشن اوف الوول الثاني هيكون برضو perpendicular فهيكون بالشكل ده. يبقى كده هنا ده الرياكشن R1 اللي هو الرياكشن اوف الفيرتيكال وول، وده الرياكشن اوف الانكلايند وول. هنا يا ولاد هنشتغل على الانجلز. احنا عندنا هنا زي ما انتم شايفين كده الانجل دي هتبقى ايكوال 30 ديجريز فهنا طبعا اللاين ده بارلل لللاين دوت، فدي كمان هتكون ايكوال 30 ديجريز لان دي طبعا هنا دي دول بارلل ودي كورسبوندنج انجل. طيب وممكن نجيبها بطريقه ثانيه عن طريق اليو شيب، هنعمل 180 ماينس 30 ايكوال 150 بس دي اسهل الكورسبوندنج. طبعا احنا هنا عندنا رايت انجل، فالانجل ديت هتكون 180 ماينس 90 بلس 30 ايكوال 60 ديجريز. طيب بقيه الانجلز هنا الانجل دي هتبقى 90 ماينس 60 ايكوال 30، وهنا 30 في او اي بالشكل ده. طيب الانجل هنا يا اولاد هتبقى 180 ماينس 30 هتبقى ايكوال 150، والانجل ديت هتكون ايكوال 90. طيب كده هتكون ثيتا 1 ايكوال هنا طبعا ثيتا 1 اللي هي الاوبوزيت للار 1 اللي هي هنا طبعا هتكون 90 بلس 30، 90 بلس 30 هتبقى ايكوال 120 ديجريز. ثيتا 2 هتكون الاوبوزيت للار 2، الاوبوزيت للار 2 اللي هي الانجل ديت هتبقى ايكوال 90 ديجريز. ثيتا 3 هتكون الاوبوزيت للويت اللي هي هتكون 150 ديجريز. خلاص كده هنقول ان الار 1 اوفر ساين 120 ايكوال الار 2 اوفر ساين 90 ايكوال الار 3 اللي هي 15 اوفر ساين 150. يبقى الار 1 هتبقى ايكوال ساين 120 تايم 15 اوفر ساين 150 هتكون ايكوال 15 روت 3 كيلوغرام ويت، والR2 هتبقى equal sin 90 times 15 over sin 150 هتكون equal 30 kilogram weight. طيب هناخد example جديد. AB is a uniform rod of length 100 centimeter and the weight equal 30 kilogram weight is suspended from its two ends A and B by means of two strings. Their other ends are fixed at a pin in the ceiling at the point C. If the two strings are perpendicular and AC equal 50, find the tension of each of the two strings. طيب اولا الرد، الرد دوت بيكون قضيب من الحديد بالشكل ده، ده شكل الرد يا اولاد، وبيكون لو هو يونيفورم بيكون الويت بتاعه بلود بيكون act at the midpoint of the rod وبيكون downward. هو دلوقتي الرد دوت suspended خلاص يعني اتعلق from its two ends A and B by two strings، يعني في خيطين من عند ال A ومن عند ال B تشد منهم الرد دوت، ادي ال two strings ادي T1 وادي ال two ال T2. طيب بعد كده بنقول fixed at a pin، يعني ال pin اللي هي الابره اتعلقت في ابره كده في السقف. طيب at the point C كلنا عارفين ان الويت بيكون داون وورد بيكون at the midpoint فهيكون
الويت داون وورد، فهيتقابل معاهم في البوينت سي بالشكل ده. ده الويت بتاعنا اللي هو 30. كل البوينتس اتجمعوا عند السي. طيب هو هنا بيقول لي ان اللينث اوف اليونيفورم رود ايكوال 100. طبعا 100 فهنقسمها ل 50 و 50 سنتيمترز، وفي نفس الوقت بيقول لي ان الاي سي ايكوال 50 سنتيمترز. طيب واضح جدا ان الرود هنا، طبعا هنا ان التو سترينجز هيكونوا بيربنديكولار، فده معناه ان الانجل دي هتكون 90 degrees. طيب ده كده يا ولاد رايت انجلد تراينجل، والسايد دوت ايكوال هاف الهايبوتنس، فده معناه ان الانجل هنا هتكون 30 والانجل هنا هتكون 60 degrees. يعني بنقول ان الاي سي ايكوال هاف الاي بي، فذيرفور انجل وانجل اي سي بي از رايت زي ما احنا قلنا، يبقى انجل بي ايكوال 30 degrees وانجل اي هتبقى ايكوال 60 degrees. طيب هنا طبعا احنا خدنا رول قديم بيقول ان اللاين او الميديان فروم ذا رايت انجل بيبقى ايكوال هاف الهايبوتنس، فطالما هاف الهايبوتنس يبقى ده معناه ان اللاين ده ايكوال اللاين ده، فده معناه ان ده ايسوسيلس تراينجل، فهتكون التو بيز انجلز ايكوال 60 ديجريز زي ما احنا شايفين كده. طيب فده معناه ان الانجل هنا هتكون ايكوال 30 ديجريز بالشكل ده. طيب بعد كده يبقى كده ميجر اوف انجل اي هتكون ايكوال ميجر اوف انجل اي سي دي هتكون ايكوال 60. طيب كده هتكون ثيتا 1 هتكون ايكوال، هنا طبعا الانجل دي هتكون 90 ودي هنا برضو 90 ودي برضو 90. طيب ثيتا 1 اللي هي الاوبوزيت للتينشن 1 اللي هي هتبقى الانجل دي كلها، فدي هتبقى 90 بلس 60 هتبقى ايكوال 150 degrees. طيب ثيتا 2 هي الانجل الاوبوزيت لتي 2 هتبقى ايكوال 90 بلس 30 هتبقى ايكوال 120 degrees. ثيتا 3 هتكون ايكوال هي الانجل الاوبوزيت للويت اللي هي هتكون ايكوال اللي هي الانجل دي هتكون 90 degrees. فكده هنقول ان تي 1 اوفر ساين 150 ايكوال تي 2 اوفر ساين 120 ايكوال تي 3 سوري الويت اللي هو 30 اوفر ساين 90 degrees. كده هنقدر نستنتج ان ال T1 equal sin 150 تايم 30 اوفر ساين 90 هيكون ايكوال 15 كيلو جرام ويت، ال T2 هيكون ايكوال ساين 120 تايم 30 اوفر ساين 90 هيكون ايكوال 15 روت 3 كيلو جرام ويت. طيب هناخد اكزامبل جديد. AB is a uniform rod type of length 60 centimeter and the weight equal 160 gram weight act at its midpoint. The end A attached to the hinge in the vertical wall. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي uniform rod طيب ال weight بتاعه 160 gram weight attached يعني اتعلق من ال point A to a hinge. A hinge او اتربط في الهنج. الهنج اللي هو المفصلة. In the vertical wall يعني هو اتعلق في ال vertical wall بمفصلة. And the point B tied by light string اتعلقت او اتشدد ب light string which the other end is fixed to the point C on the wall lying directly above A and at distance 80 centimeter from A if the rod is equilibrium horizontally. طيب كده خلاص انا عرفت شكل الرود. الرود ده هيكون شكله horizontally. يعني ادي يا اولاد شكل ده الفيرتيكال وول وده شكل الرود بيكون هوريزونتالي اتاتش ات ذا بوينت A. هنا ده الهنج بتاعنا اللي هو المفصله بتاعتنا، وهنا البي اتشدت بي لايت سترينج، وهنا ذا بوينت سي والسي ديت موجوده اباف الاي ب 80 سنتيمتر ديستانس. طبعا كلنا عارفين ان الويت هيكون ات ذا ميد بوينت اوف ذا رود بالشكل ده، وهنكمل اللاين اوف اكشن اوف الويت هيتقابل مع التينشن في البوينت ديت. ده معناه ان الرياكشن بتاع الهنج او بتاع الفيرتيكال وول لازم يتقابل معاهم في نفس البوينت، فهيبقى ده الرياكشن. كده انا عندي الثري فورسز بالشكل ده، انا عندي الرياكشن التينشن ادي وادي الويت. طبعا هنا ما عنديش انجلز، هنا عندي سايدز، عندي 80 سنتيمتر وعندي ال uniform rod 60 سنتيمتر، فده معناه ان هو 30 و 30. طيب
دلوقتي يا اولاد هنا دي كده رايت انجل تراينجل اللي هو تراينجل اي سي بي. فكده هقدر استنتج اللينث اوف البي سي عن طريق البايثاغورس. فهنقول كده اول حاجه ان الدي اي هتكون بارلل للاي سي، هنا طبعا دي الفا، الدي اي بارلل للاي سي. طيب ده هنستنتج منه ايه؟ وفي نفس الوقت عندي الاي از ا ميد بوينت اوف بي سي. طيب ليه بقى الاي از ا ميد بوينت اوف بي سي؟ احنا خدنا قبل كده ان انا لو عندي ray drawn from the midpoint of side of triangle parallel to another side become bisect the third side. يعني ايه الكلام ده؟ ال D midpoint of AB وهنا ال ED parallel لل AC، فده معناه ان ال E هتكون هي ال midpoint بتاعت ال side دوت. فطيب هنا طبعا ال side ده يبقى هنا therefore ال E is a midpoint of BC. طب ال BC هتكون equal ايه؟ ال BC هتبقى equal square root 60 squared plus 80 squared. الكلام ده هيكون equal 100 centimeters. يبقى ده معناه ان ال BC هتكون equal 100 centimeters. طيب ال 100 centimeters فده معناه ان ده 50 centimeters وده برضو 50 centimeters. طيب بعد كده يا اولاد هنقول ان triangle AEC هو الترينجل اوف فورسز. طب ليه الكلام ده؟ طبعا الترينجل اللي انا عامل عليه شيء دوت ليه؟ هنا ده اللاين ده بارلل للويت، واللاين دوت هو نفس اللاين اوف اكشن بتاع الرياكشن، واللاين دوت هو نفس اللاين اوف اكشن بتاع التنشن، فكلهم بيتجمعوا في الترينجل ده يبقى ده الترينجل فورس. طيب وهنا الاي اي هتبقى ايكوال هاف البي سي. احنا خدنا قبل كده ان الميديان ان الاي اي هيكون ميديان، والميديان درون فروم the right angle بيبقى equal half ال hypotenuse، فده معناه ان ده هيكون equal 50 centimeters كده. فهنقول كده ان ال A equal half ال B C يبقى equal 50 centimeters، وال A C زي ما قلت من شوية هتكون equal 50 centimeters، وال A C طبعا equal 80 centimeters. يبقى معنى كده ان ال R over ال 50 هتكون equal ال T ال tension over ال 50 برضو. الكلام دوت هيكون ايكوال الويت اللي هو 160 اوفر 80. هنعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى الار ايكوال 50 تايم 60 اوفر 80. الكلام دوت هيكون ايكوال 100 جرام ويت، والتنشن هيبقى ايكوال 100 هيبقى ايكوال 50 تايم 160 اوفر 80 برضه 100 جرام ويت. فاضل اخر حاجه عشان هو هنا بيقول فايند ذا ماجنيتيود اوف ذا تنشن اوف ذا سترينج اند ذا رياكشن of the hinge and find also the measure of the angle of inclination between the reaction and the reaction of the hinge and the rod. طيب يعني ادي الرياكشن في انجل ما بينه وما بين الرود هنسميها الفا. طيب لو بصينا يا اولاد على التريانجل اي اي دي، ده يا اولاد رايت انجل تريانجل اهو، ده 30 وده ب 50. طبعا اللاين ده انا اقدر اوصل له عن طريق عن طريق في طريقين للكلام دوت، ممكن يكون ايكوال هاف ال 80 هتبقى ايكوال 40، وممكن عن طريق البايثاغورس هتبقى سكوير روت 50 باور اوف 2 ماينس 30 باور اوف 2. فهنقول كده ان تان الفا هتبقى ايكوال اوبوزيت اوفر ادجيسنت، فهتبقى ايكوال 40 اوفر 30. هنعمل شيفت تان 40 اوفر 30، الكلام دوت هيبقى الفا approximately equal 53 degrees and 8 minutes. هناخد example جديد. AB is not uniform rod. هنا في مشكلة، طالما قال لي not uniform rod يبقى ده معناه ان ال weight مش نازل من ال mid point. طيب هنا ال length بتاع ال rod بتاعنا 60 centimeter and ال weight equal 16 kilogram weight act at the point D on the rod where AD equal 20 centimeters. The rod attached to the hinge at A and a hinge is fixed on the vertical wall. The end B of the rod is tied by light string. Its other end is fixed to the point C on the wall lying directly above A at distance 80 centimeters from it. Then
the rod becomes equilibrium such that it is perpendicular to the wall. طالما perpendicular to the wall يعني vertical يعني horizontal. طيب اول حاجة نبدأ بيه ادي الوول بتاعنا. الرد بتاعنا perpendicular to the wall او بيكون horizontal بالشكل ده. طيب هو دلوقتي اللي حصل هو attach at A في hinge هنا اوكي والبي هنا tied by light string بالشكل ده. طيب وهنا السي ديت موجودة above الA ب 80 سنتيمترز. طيب الويت موجود يا ولاد عند البوينت دي اوكي بالشكل ده. فهنا الويت مش موجود في النص لا موجود عند البوينت دي. طبعا الويت لما نعمل له اكستند هيتقابل مع التنشن في البوينت ديت. فطبعا الرياكشن هيكون خارج من الA وهيتقابل معاهم في البوينت E. طبعا ما ننساش ان الرد ايكوال 60 سنتيمترز فهنا 60 ماينس 20 هتكون ايكوال 40 سنتيمترز. طيب دلوقتي هنا بنقول ان الار باسس ثرو البوينت اي والبي سي البي سي يا ولاد هتبقى ايكوال سكوير روت 80 سكويرد بلس 60 سكويرد يبقى الكلام ده هيبقى ايكوال 100 يبقى ده معناه ان البي سي هتبقى ايكوال 100 سنتيمترز. طيب تعالوا بقى اخدنا في اولى ثانوي يا اولاد لو احنا عندنا طبعا دول كده بارلل ده كده بارلل للفيرتيكال وول. طيب لو بصينا يا اولاد على التريانجل اي دي بي والتريانجل سي اي بي او اي بي سي التو تريانجلز دول سيميلر عشان دول بارلل. طيب طبيعي جدا من السيميلاريتي دوت هيبقى البي دي اوفر البي اي تاني البي دي over البي ا هتكون equal البي اي over البي سي الكلام دوت هيكون equal الاي دي over الاي سي. الكلام ده انا جبته منين؟ من السيميلاريتي اوف تريانجل اي دي بي وسي اي بي. طيب يبقى ده معناه هنا البي دي ب 40 والبي اي ب 60 40 over 60 هتبقى equal 2 over 3 فهنا هتبقى 2 over 3 ده هنا ده اللي هو ratio BD over BA. الكلام دوت هيبقى equal BE over البي سي اللي هو 100 هتبقى BE over 100. بعد كده ال ED مش موجودة over 80. طيب هنعمل cross multiplication يبقى كده ال BE هتبقى equal 100 time 2 over 3 اللي هي هتطلع 200 over 3 سنتيمترز. طيب وال ED هتبقى equal 80 times 2 over 3 اللي هي 160 over 3 سنتيمترز. يبقى كده ال E ال B E ال E دي هتبقى equal 160 over 3 وال B E قلنا 200 over 3. طيب بعد كده يا ولاد هنقول كده in triangle ADE ماله triangle ADE الترينجل ده يا ولاد هو هنا رايت انجل ترينجل انا عندي ال اي دي ايكوال 160 اوفر 3 وهنا السايد ال اي دي ايكوال 20 هقدر اجيب الاي سي. طب الاي سي هتبقى ايكوال ايه؟ هتبقى ايكوال سكوير روت 160 اوفر 3 اول باور اوف 2 بلس 20 اول باور اوف 2 الكلام دوت هيطلع يا ولاد 20 روت 73 اوفر 3 يبقى انا كده وصلت ان ال AE equal 20 روت 7 اوفر 3. طيب لو بصينا كده على ال 3 forces ادي ال ED parallel لل AC وادي ال tension ماشية مع ال AC ده نفس اللاين بتاعها وده الرياكشن بتاعي يبقى ده ال triangle force اللي هو ال ACA او ال AAC ده كده يا ولاد ال triangle force. فهنقول كده ان الرياكشن بتاعنا خلاص الرياكشن اوفر اللينس بتاعه اللي هو احنا طلعناه 20 روت 73 اوفر 3 يبقى الرياكشن اوفر 20 روت 73 اوفر 3 ايكوال التنشن اوفر ال 100 اوفر 3. طيب الكلام دوت ايكوال الويت اللي هو 16 اوفر 80. طيب هنعمل كروس ملتيبليكيشن هيبقى هنا 100 هتبقى الرياكشن ايكوال 20 روت 73 اوفر 3 تايم 60 اوفر 80 الكلام دوت هيبقى الرياكشن ايكوال
4 over 3 root 73 كيلوغرام ويت، والتنشن هيكون ايكوال 100 over 3 تايم 60 over 80، الكلام دوت هيبقى ايكوال 6 and 2 over 3. طيب عندنا example جديد. A uniform rod AB of weight 8 newton acting at its midpoint. يبقى ده معناه ان هو uniform عشان يبقى عشان كده ال weight act at the midpoint is placed on two smooth perpendicular planes. يعني في عندنا two perpendicular plane وهنا ال uniform بيسند على ال two perpendicular planes that are inclined to the horizontal. هما الاثنين مايلين على ال horizontal. طب تعالوا نتخيل الكلام دوت. ادي ال horizontal بالنسبة لنا، هنرسم ال two perpendicular planes. ادي دي كده right angle، الرد بيسند على ال two perpendicular planes. طيب طبعا الرياكشن يا اولاد الاولاني بيسند هنا، هنا هو هنا such that the vertical plane of the rod and the two lines of the greatest slope of the two inclined planes are perpendicular to the intersection of line of the two planes. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني هنا هو بيقول لي ان البلين of the rod vertical plane of the rod وفي نفس الوقت اللاينز اوف التو الجريتست سلوب اللي هو السي بي والاي سي، الثلاثه دولت بيبقى كلهم في نفس البلين اللي هو بيربنديكولار على البوينت على الانترسكشن اوف التو بلينز. يعني بيقصد يقول ان الاي والبي والسي كل البوينتس ديت بيلونج لنفس البلين. طيب بيقول لي اف ذا ماجنيتيود اوف ذا بريشر اون ذا تو بلينز at the end A is 4 newton find the magnitude of the pressure on the other plane. طيب هنا ال pressure عند ال A هيبقى equal 4. طيب وال pressure عند ال B هنسميه R. طيب طبعا ال pressure بيكون perpendicular to ال plane وهنا برضو هتكون perpendicular لل plane. هنستنتج حاجة مهمة جدا، ونفترض ان دي ال point دي، هنا دي right angle عند ال A و right angle عند ال B و right angle عند ال C، فطبعا الشيب دوت بالنسبة لي هقول عليه ريكتانجل. هنا طبعا انجل اي سي بي ودي اي سي واي وسي بي دي كلهم رايت، فده معناه ان الشيب ده ريكتانجل. طيب هنستنتج بقى حاجة مهمة جدا، الويت بيخرج من الميد بوينت اوف الاي بي. طيب ولازم يتقابل مع الرياكشن عند البوينت دي في الشكل ده. طيب هنا يا ولاد اللاين اللي خارج طبعا دي رايت انجل، فده لاين خارج من الرايت انجل وبايسكت ده كده، طبعا ده الدايجونال الاولاني. اللاين الثاني لما يكون خارج من الرايت انجل وبيتقابل مع الدايجونال في الميد بوينت، فده طبيعي هيكون ده الدايجونال الثاني بتاع الريكتانجل، فطالما ده الدايجونال فلازم يعدي من عند البوينت سي. ودي معلومه مهمه جدا ان نعرف ان الدي ان اللاين اوف اكشن بتاع الويت بيعدي على السي. طيب على البوينت سي، فهنا طبعا تعالوا بقى نستنتج الانجلز. اول حاجه نفترض ان الانجل ديت يا اولاد ايكوال ثيتا 1. طيب هنا الانجل اللي جنبيها طبعا دي رايت انجل اصلا، فهنسمي ديت ثيتا 2. طيب يبقى ده معنى كده ان ثيتا 1 وثيتا 2 الصم بتاعهم ب 90 ديجريز، فطالما الصم بتاعهم ب 90 ديجريز هنا الاثنين دول ب 90 ديجريز يبقى دي كمان ثيتا 1، والاثنين دولت ب 90 ديجريز يبقى دي ثيتا 2. طيب اللاين ده واللاين ده بارلل، فدي ثيتا 1 فدي كمان ثيتا 1 الترنيت، وبرده هنا دي ثيتا 2 فدي كمان ثيتا 2 الترنيت. طيب ده مهم جدا اللي احنا قلناه دلوقتي. هنا يا اولاد تعالوا بقى نتكلم على الرياكشن. الرياكشن بتاعنا هيكون اوبوزيت ل 90 بلس ثيتا 1، هيكون اوبوزيت للانجل دي كلها، فهنا ار اوفر 90 بلس ثيتا 1. الانجل الفورس 4 هتبقى الناحيه الثانيه، دي 90 ودي ثيتا 2 هتبقى 90 بلس ثيتا 2. بعد كده الويت اللي هو ال 8 اوفر الانجل الثالثه اللي هي 90 ديجريز يبقى اوفر ساين 90. طيب كلنا عارفين ان الساين بتغير 90 بلس او ماينس، بتغير الساين بتخليها كوزاين. طيب وهنا دي في السكند كواد عشان ده 90 بلس، فال 90 في السكند بتبقى بوزيتيف، فدي هتبقى كوزاين ثيتا 1 يبقى r over cosine ثيتا 1، وهنا انا بنفس الطريقه cosine ثيتا 2 ودي هتبقى 8 over 1 يعني 8. طيب هنحسب cosine ثيتا 2 هتبقى هنعتبر ان ديت يا ولاد over 1، فهتبقى 4 times 1 over 8 اللي هي half، يبقى cosine ثيتا 2 هتبقى equal half
طيب بعد كده هنعمل شيفت كوزاين هاف يبقى السيتا 2 ايكوال 60. طيب يبقى ده معناه ان سيتا 1 هتكون ايكوال 90 ماينس 60 ب 30. يبقى هنا كوزاين ار اوفر كوزاين 30 ايكوال 8 اوفر 1. يبقى هنا الار هتكون ايكوال 8 تايم كوزاين 30 اوفر 1 اللي هو هيكون ايكوال 4 روت 3 نيوتن. يبقى احنا كده عرفنا الرياكشن وبرضو قدرنا نعرف السيتا 1 والسيتا 2. السيتا 1 طلعت ب 30 والسيتا 2 طلعت ب 6 degrees. And this is the end of the lesson. I hope it was helpful for you. See you all on the next video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.